على آخر التطورات الميدانية، يحدثني من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث محمد عوض. محمد، تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة. بداية نقف وإياك على آخر التطورات الميدانية، إن كان من عمليات قصف أو التوغلات البرية، وما ادعى الجيش الإسرائيلي أو أعلن عن سيطرته على حي الشجاعي. بالفعل يعني نبدأ بالتطورات الميدانية المتلاحقة والمتسارعة في آن واحد، حيث أغارت طائرة إسرائيلية قبل قليل على مسجد النور في منطقة قيزان النجار، وهي المنطقة الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس، بالإضافة إلى استهداف منزل في مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الضحايا والإصابات. نقلوا على إسرائيل إلى مستشفى الأوروبي إلى الشرق من مدينة خان يونس. أيضا أغارت طائرة إسرائيلية قبل قليل على منزل آخر في وسط قطاع غزة، تحديدا في المخيم الجديد لمخيم النصيرات، وأدى ذلك عن يعني قضاء أو أدى ذلك عن وقوع عدد من الضحايا قضوا نتيجة هذه الغارة، وهي عائلة بأكملها تم قصفهم بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى حالة من الدمار، وحالة أيضا بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل التي كانت مجاورة. وسائل إعلام فلسطينية تتحدث في أخبار عاجلة ترد الآن على شاشة الحدث محمد عن مقتل 6 من أفراد هذه العائلة التي تم استهداف منزلها. يعني الحصيلة ترتفع مع مرور الوقت، الآن أبلغت بأن عدد الضحايا نتيجة هذه الغارة ارتفع إلى 7 ضحايا نتيجة القصف على وسط قطاع غزة. إذن ارتفاع حصيلة القتلى لمنزل شرق رفح إلى 7 ضحايا حتى الآن. القصف الذي أتحدث عنه هو في وسط قطاع غزة وليس رفح. يعني نعم. القصف الأخير كان في مدينة خان يونس، وأيضا تحديدا في المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح، لكن أغارت طائرة إسرائيلية أيضا على منزل آخر وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الضحايا. الحصيلة الأولية تتحدث عن 7 ضحايا نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. أضف إلى ذلك فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا منزل الدكتور منير البرش، وهو مدير عام وزارة الصحة لغزة، أدى ذلك إلى إصابته إصابة مباشرة، بالإضافة إلى يعني وقوع عدد من الضحايا أيضا في صفوف عائلته. كان الدكتور منير البرش يواكب الأحداث المتعلقة بالقطاع الصحي، كان له تصريح قبل نحو 1.5 ساعة يؤكد بأن كل مشافي قطاع غزة خرجت عن الخدمة، بما فيها مركز جباليا الطبي الذي ظل يعمل طيلة الأيام الماضية، خاصة بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، مناطق شمال قطاع غزة، مستشفى الأندلسي ومستشفى العودة وكمال عدوان ومستشفى بيت حانون. هذه المشافي التي ذكرتها خرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي، وبفعل أيضا اقتحام الجيش الإسرائيلي لأقسام المشفى وقيامه باعتقال، وأيضا داخل باحة مشفى كمال عدوان كما تحدث شهود عيان في الأيام الماضية. لذلك نتحدث عن تطورات متسارعة، خاصة في أماكن الاشتباكات التي تدور في مناطق مختلفة من قطاع غزة. أبرز هذه المحاور محور التقدم في خان يونس، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية من جانب والجيش الإسرائيلي من جانب آخر نتيجة التوغل البري، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي الوصول إلى عمق مدينة خان يونس، لكن الفصائل الفلسطينية تحاول التصدي لهذه الآليات. كان هناك تصريحات سابقة للفصائل الفلسطينية على رأسها كتائب القسام وسرايا القدس تعلن مسؤوليتهما عن قصف واستهداف الدبابات والمدرعات التي تحاول الوصول إلى قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. طيب محمد، هل تستمر الرشقات الصاروخية؟ هل ما زال بإمكان الفصائل إطلاق الرشقات الصاروخية نحو الجانب الإسرائيلي؟ بالفعل، وهذا ما كان لافتا في بداية هذا اليوم، في تمام الساعة 2 ظهرا أطلقت كتائب القسام دفعة من الصواريخ اتجاه العمق الإسرائيلي، تحديدا تل أبيب، وأيضا تزامن ذلك مع قيام فصائل أخرى بإطلاق
صواريخ على المستوطنات القريبة من قطاع غزة أو القريبة من حدود قطاع غزة. لذلك الفصائل الفلسطينية تعمل على مستويين، المستوى الأول صد التوغل والاجتياح البري، أما المستوى الآخر هو عملية إطلاق الصواريخ. ويؤدي الإشارة هنا إلى أن الفصائل الفلسطينية اتخذت عملية أو اتخذت سياسة التنقيط، وهي عملية إطلاق الصواريخ في أوقات مختلفة عن الأيام التي مضت، وأيضا بوتيرة أقل من الأيام التي بدأت فيها الحرب على قطاع غزة، لأن كتائب القسام وحماس أيضا ترى بأن من الممكن أن تمتد عمر هذه الحرب، وبالتالي هي تريد أن تحافظ على مخزونها الاستراتيجي من هذه الصواريخ التي صنعتها طيلة الأيام الماضية وطيلة السنوات الماضية، والتي كانت تجهز نفسها جيدا لمثل هذه الأيام.